فيك انت الصباح فيك انت جيت الصباح وعطيت لبنتك الماكله لقيتها بوحدها ما لقيتكش انت فيك انت اجي زيد زيد نزلو زيد انا جبت لبنتك لانشون عارفك ما تاكليش تشير باطي تعالي زيدي زيدي عارفك ما عندهاش راه جبت لها الباطي ديالها وعارفه انا ما غاديش تاكل والله الا جبته بالله واش كثر منه باش نعطيها للمشاش هو الباطي ديال الكلاب روزق روزق يلا زيد كانت البنت ما كايناش فين بنتك روزق اش اش الافريته في المخشيه زيدي تصيدي ولا شديري ها اش فيك تزيد فيك تي فيك تي الخيبة بلاش نعطيك لانشون بلاش هاجي ها بلاصتك ما تاكل لانشون زيد قول خلي بنتك تاكل لانشون خليها تقدر خلي الزين ديالي تقدر والله الا جيت الصباح حطيتها مكركسات وكان طالع ليا شي دم الصباح كنت مكذبش عليك حاقد علاش ما فيلميتهاش هانتوما والله حتى فرتكاتهم بالله هانت شو جبت لها شو جني وحات وداك الشيء لا كاركاسات هما راه في الصلاتهم هنايا جوج قلب ورا طرف ها طرف زيد مازال فينا هما ها طرف ها طرف راه طرف راه طرف لهي ها طرف اخر هنا تبقى توزعهم هي ما عرفتش اش تشد لي هذيك الطريقه كاع كنت فرتك فين ورا نقلبوا عاوتاني اهلا 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 بالبريغيتات اهلا بالبرغوش اهلا اهلا هاي تضرب لي فلانشون ضرب لانشون مات نعمر لكم الماء ونهرب راني ما بقيت قاد الا برغوش اش بغيتي كركسات عامرين اش باغ عمرني من المقول مهم ما تحتاجوش بزاف خليو ليكم كيف العادة هادي هنا شحال ديال البواز اللي كنجمع ولكن العساس راه تينقص منا يلا لانشون راه هو باقا ضرب فيه العفريت شو عجبك عجبك لانشون وقولي الله يخلف صحتك اش دير لانشون ولكن واحد القضية هادي هاد الكليبة هادي بحال والو تقدر تضيع الله يسر لأنها بالليل تتخرج تبع امها الشارع البارح طليت انا من الشرجم تقريبا شي ربعة الصباح خارجه وتتخرج تردها بزز بقيت مشطون معها من الشرجم اقسم بالله تبقى نصفر لها من الشرجم تنصفر لها تبدا تنبح تعرف صوتي تبدا تنبح ترجع تدخل لداخل شويه وشي تتسها تنعاود نطل تسمع في الشارع تنعاود نطل والله الا ماشي كاين معها عجبها الا نشوف العفريت شو والله الا عجبها الا نشوف واحد النصيحه الاخوان لا نشوف مابقاوش تاكلوه اقسم بالله الا لانشون هذا اللي تنقرضوا لاش في الحقيقه انا اصلا عارف انا فيه هادشي والله حتى تلقى فيه العصب تلقى فيه الريش تلقى فيه دوك داك السيوفه ديال 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 الريش دوك اللي لداخل ماشي الريش دوك السيوفه بحال العظم قراوش والله الا تلقاهم فيه الريشه مشتت وريشو للدار كامل قلت لهم شوفوا لانشون كيدير لانشون اللي مليح والله القاسم ما بغيتش نذكر سميت الشركات وداك الشيء وهادي راه حكوك الشركات كاملين بحال بحال والله المغرب كامل كلشي تيصدروا لنا الزبل كلشي تيصاوبوا لنا تيصنعوا لنا في الزبل وفي السرطان وفي الامراض والله ما تيصاوبوا شي حاجه لا المعلبات دوك لي كونسير كلشي كلشي الزبل الزيت السكر كلشي زبل الله يحفظ وصافي وحق الله 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 ما كاينه شي حاجه صحيه عندهم على الليمون وماطيشه فاش كانوا دايرين فيه مواد دايرين فيه واحد ما مد مسرطينه باش ما يخسرش دغيا باش يبقى محافظ على الطراوه ديالو صيفطوه للسبليون والانجليز وما شكونش من دوله اخرى صيفطوه ليها ردوه لهم قالوا لهم فيه مواد مسرطينه ردوه عطوه للشعب عقلت شوف الليمون فاش كان داير درهم جوج دراهم الليمون كان تيتلاوح ايوا راه ديك الساعه
ردوا المغاربه باش تقول لهم راه الليمون راه هو اللي رجع من الصباليون في موضوع المسرطنه، تيقول لك تهاني المغاربه ماشي وقع عليهم والو، قول بسم الله وكول. كيصحاب السرطان غياكلو غيجي في العشيه 3 سنين 4 سنين وانت تقول انا مالي من جاني هادشي. الله يصوبو صافي. عارف فين تكون بنتك وبيتي تخرج معاها لتحت العفريته تابعاني. ما فريش اش بغيتي شنو؟ ها الماكله لتحت الدجاج الكاشير اش باغا؟ غنانه بنتها راه كاينه لتحت ما خلات ما جابت هنايا يعني. جابت جمجمه في العيد الكبير العظوم راه تنقص والله الا تنقص بزاف. شو الشمس شتت العظوم الها عاوتاني جابتهم وني طاحت عليا واحد الفكره غنضيق على بنت كوكيزه الدخرجه. شوفوا العظوم اش دايرين هنا شوف لابو ادل تبقى هادشي بنت كوكيزه تجي تتبع امها من هنا ندور لها الطبله ديال الشيب باش نعمكشها شويه وصافي.